المفسدين يمارسون الظلم والفساد والنهب لأراضي غير أراضي الشعب كل أراضي الوطن. كل الشعوب اليوم الشعوب الأبية الشعوب الحرة تقف معكم، والنظام كل يوم يخسر صديق وكل يوم يخسر في هذه المعركة مع الشعب يقدم الخسارة تلو الخسارة. اليوم النظام يعيش في رعب وفي خوف لأن النصر قادم إن شاء الله.